السلام عليكم. دونك دائما مع لونيفيغ بلوس لا 906 درنا لا 900 درنا دي زيكزارسيس غنكمل دي زيكزارسيس اخرين اللي في لاباج 84. اذا وقفنا في ليكزارسيس 10 دابا غنديرو ليكزارسيس 11. ليكزارسيس 11 كيقول لك اي جي كا ايت ان تريونغل ريكتونغل اون كا. اذا كناخدو ان تريونغل ريكتونغل يكون ريكتونغل اون كا. اذا ماشي ضروري نرسمو لو تريونغل حنا في un triangle rectangle et un en K. Quand on a calculé la atteinte des longueurs, on va lui dire tel que EK égale à 80,5, GIK égale à 31 degrés. Et le kemchi la figure qu'on a tiré, mais il va lui dire, mais qu'on a fait qui j'ai d'accès c'est l'angle est GIK. Et le G rectangle en K, on a dit le G ou le I. Ou le I ou le G. Donc l'angle G fait à 31 degrés. Ou l'angle G ou IK fait à 4,5 IK, maintenant qu'il y a 4,5 cm. Calculer la longueur GK. Donc GK et IJ à l'arrondi au dixième. Mais un dixième, qu'on va faire un chiffre après la virgule. Il y a un chiffre après la virgule. Maintenant, on va faire GK. Il y a GK. GK هي هادي المسافة هادي هاد لا ديستونس. شنو غادي نديرو في النظر؟ حيت ملي قرينا بيتاغور راه كاين لي غير كيسمع شي لونغ غير خصنا نمشي يدير لو تيوغيم دو بيتاغور. إلا درنا هاد لو تيوغيم دو بيتاغور باش نقوليكم واش هو البروبليم. عندنا دو كوتي مكاينينش وميمكنش نستعملو بيتاغور حيت غيكون عندنا دو زانكونير كنا عندنا جوج المجاهيل ومنقدروش نكملو. دونك هنا باش غنخدمو نخدمو بالكوسينوس أو السينوس. هنا عندنا لونغل ماشي أنا لي كنختار واش الكوسينوس ولا السينوس لي غنستعمل. لونغل هي لي كتحكم عليا لي كاينة. دونك إلا درنا كوسينوس دو إي كوسينوس سي لونغ سي لو كوتي أدجاسون سيغ لي بوتينوس أو لو كوتي أدجاسون كاين لي بوتينوس. حنا بغينا جي كا. إذا شنو غادي نديرو؟ خصنا نديرو سينوس دو إي باش يعطينا لو كوتي أوبوزي سيغ l'hypoténuse. Il est donné le côté opposé sur l'hypoténuse. Mais je vais vous dire que 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 la tangente. La tangente est la tangente opposée sur l'adjacent. حيت انا كنقلب يكون عندي مجهول واحد. اذا اون تانجونت دو 31 دوغري ايتيغال ا جي كا سور 4.5. عندي هي لا ريلاسيون. كنمشي نجبد لا كالكيلاتريس. كنجبدو لا كالكيلاتريس باش نحسبو التانجونت دو 31 دوغري. إذن هي سامبل كنديرو غير طونجونت باردون. إذا مثلا في التليفون كنديرو طونجونت راه كاينة في تيراهين تما 31 دوغري كتعطينا 0.6. إذا كناخدو أن شيفخ أبخي لا فيغيل. إذن هي 0.6 0.6 est égal à GK sur 4.5. Après, on va le produit en croix. Je vais vous dire. Il est normalement 0.6 et il y a 0.6 sur 1. Donc 1 fois GK est égal à 0.6 fois 4.5. Quand on a un bon. On va le droit. Fois 4,5 4 2,5
7 كاين بزاف ديال لي شيف خدا 2.70 هي 2.7 دغيا رقم تقريبي هذا تقريبي اولا نتيجه تقريبيه لي جيكا. اذا هكا كنحسبوا لي لونغور. دابا لي لونغور باش ما نترولوش راه كنطبقوا طاليس كنطبقوا بيتاغور وكنخدموا بلي رابور تريغونوميتريك. لي رابور هما كوسينوس وسينوس او طانجونت، ولكن راه ماشي انا اللي كنختار، راه لي دوني ديال ليكزارسيس اللي كيختاروا ليا اشنو غادي ندير. يعني هادشي كله خصني يكون عندي في راسي، نحضرو في راسي ونجاوب على حسب اشنو كاين عندي في ليكزارسيس. غنمشي ليكزارسيس 12، ليكزارسيس 12 باردون، راه باقي لنا واحد لا لونغور تما اي جي. اي جي اذا اي جي هو ليبوتينوس. واش نستعملو الكوسينوس واش نستعملو السينوس؟ إلا استعملنا الكوسينوس غيكون عندنا طونجون، الكوسينوس ديال 31 إتيكال 4.5، نقدر نخدم الكوسينوس لا يخرج لي حيت عندي واحد خصني يكون عندي مجهول واحد. إلا خدمنا بالسينوس ممكن، حيت دابا لقينا الجيكا، الجيكا ولات دابا 2.7 سنتيمتر، يعني مبقاتش خاصنا الجيكا. و تي إلا خدمنا بالطونجونت لا، إذا الطونجونت مغاديش تعطينا حيت هي يعني هادو، ونقدروا نخدموا حتى بلو تيوغرام دو بيتاغور. لو تيوغرام دو بيتاغور حيت عندنا ليبوتينوس هو اللي خاصنا. دابا عندي لي جوج خاصني واحد، نقدر نستعمل لو تيوغرام دو بيتاغور. اذا ندير اللي بغيت انا، غناخد غنختار انا مثلا نختار لو كوسينوس، دونك كوسينوس كوسينوس دو جي اي كا ايتيكال ا اي كا سور اي جي. علاش 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 بالضبط اختاريت الكوسينوس ما اختاريتش السينوس؟ حيت الا اختاريت السينوس غندير الجيكا سور لي بوتينوس. اشنو هو المشكل اللي كيكون هنا؟ الا ديجا غلطت في الجيكا، الا حسبت الجيكا مثلا غلطت فيها في الاول، خرجت لي النتيجه ماشي هي اللي خصها تخرج ليا، وعاود استعملت ديك الجيكا في لا دوزيام كيستيون كنولي خاسر جوج المرات. اذا اللهم نخدم بهذوك اللي عطاني اصلا هما، باش تيري كان السؤال الاول غلط ما يكونش السؤال الثاني حتى هو غلط. هادشي علاش اختاريت الكوسينوس وبغيت نوصل لكم هاد المعلومه هادي. دونك كوس دو جي اي كا، اذا هنا عاوتاني بحال قسمنا سيغ ان اي كا فوا ان هي اي كا ايتيكال اي جي فوا كوس دو جي اي كا est égal donc IJ IJ pardon cosinus شنو حنا كنقلبوا على IJ. اذا ما غاديش ندير انا ماشي صح ماشي غلط هذا، غير بغيت نرجع على اليسار باش يسهل عليا. اذا الا درنا IJ IJ فوا كنحاول ديما نخليه على اليسار هذاك اللي بغيت فوا كوس جي اي كا ايتيكال اي كا فوا ان. دابا شنو بغينا هنايا؟ بغينا اي جي، هو علاش نقلبو؟ اذا نرجع الكوس لهنايا غتولي اي جي ايتيكال، يعني هنا الضرب كيتحول لقسمه ايتيكال اي كا سور كوس جي اي كا ايتيكال اي كا هي 4.5 سور كوس. اذا كنمشي عاوتاني لا كالكولاتريس دونك ندير كوسينوس، دونك راه مكتوبة كوس كتلقاوها مكتوبة كوسينوس دو 31 دوغري كتعطيني 0.857 اكسيتيرا. دونك هنايا 85 انا غناخد 0.9، اذا هي سير 0، كناخد غير رقم واحد. و حتى الا بغينا نكتبوها كنكتبوها كا 0.585 حيت كاينه 7 هو الرقم الثالث، اذا هادشي اللي قريتو قبل غادي ندير هنايا. اذا كان هذاك الرقم الثالث فايت 5 كنزيد واحد لهنايا و غندير تقريبا 0.86. غادي ندير دابا لا ديفيزيون 4.5 ديفيزي بار 0.86 كتعطينا 5.232 اكسيتيرا. إذا غناخد 5.2
Donc, Ig égale à 5,2 cm. Donc, هكذا كنتعلموا كنزيدوا واحد الحاجة أخرى عندنا باش تفهمتي حالي سولوا لنا بحال هاد ليزيكزارسيس هادو نعرف كيفاش نجاوب. غنمشي ليكزارسيس 13 وشوفوا دابا اش غيوقع في هاد ليكزارسيس. ها لي طوني لا عطاونا ان تريونجل عطاوني هاد لونجل هاد لونجل وهاد لا ديستونس بي ار قالوا لينا كالكولي لا لونغور بي ار اروندي او ديزيام يعني نديرو ان شيفر ابخي لا فيرجول. اش كنا نديرو باش نحسبو هاد 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 بي ار؟ بي ار هو هذا قلت هو هذا ما قلتش هذا لي بوتينيز حيت دابا بزاف منكم واش غادي يدير غيجي غيقول خاصني هذا نديرو الكوسينوس كوسينوس ديال هاد لونجل هي لادجاسون سي لو بوتينوس يعني بحال الا مشيتي تصوب بلا بيرمي حيت شنو خاص يكون عندنا بعدا خاص يكون عندنا ان تريونجل ريكتونجل فهذاك ليكزارسيس اللي داز راه داك لو تريونغ اللي عطيناه قالوا لينا اي كا ايتن اي جي اي جي كا ايتن تريونغ ريكتونغ في ليكزارسيس 11 هنا ما ذكروش لينا ان تريونغ ريكتونغ اذا كاين مشكل الا بغينا نستعملو كوسينوس وسينوس خاص يكون ريكتونغ الا بغينا نستعملو بيتاغور خاص يكون ريكتونغ الا بغينا نستعملو طاليس خاص يكون عندنا دو دوغ باراليل حتى حاجه من هادشي ما كايناش واش غنحبسو ما غنجاوبوش لا عطاونا حوايج اخرين دابا العقلية ما كيحط داكشي كيجي يخدم عطاوني هاد لونجل علاش عطاني هادي لي زونجل اجي نقلب على هاد لونجل هادي واش 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 غتكون فيها 90 دوغري الا كانت فيها 90 دوغري راه غيكون غير طونجل هكا كنخدم اذا هادو دي بياج نور دو ليون من بعد ماشي غير نجيو نجاوب ديريكت كندير قلب وبعدا اون يعني ابسط حاجه ممكن تكتبها اللي خص ضروري تكتب اون لونجل بي ا ال est égal à 180 degrés moins 36 moins 54. Et là, je mets 50 mais 36, ça fait pareil, il y a 90 degrés. Ou 180 moins 90, il y a 90 degrés. Donc, P, A, L est un triangle rectangle, rectangle en A. D'abord, on dit que c'est un triangle. On dit que c'est un angle droit, il dit que c'est un triangle. On dit que ça va être dire, on dit que c'est dire. Et là, on dit que c'est un sinus, le cosinus, et d'abord le potinus, ou là, on dit que c'est un angle droit. Il a dit sinus. Là, on dit que c'est un angle droit, il a dit que c'est un angle droit. الى درت طونجونت وغتحسب لي هذا وهذا ما غتعطينيش هذا حنا بغينا بي ار هو اللي مطلوب منا اذا شنو هو الحل عندي هو ندير الكوسينوس دو لونغل بي دونك كوسينوس دو لونغل ا بي ار ا بي ار ولا ار بي ار اللي بغيت المهم بي تكون هو الوصولي ايتيكال ا بي سور بي ار On va dire on a E cos APR égale à P sur PR. Donc, je vais vous dire que PR est comme d'abord PR fois cos APR du produit entre eux est égal à AP fois 1 et à AP. Est-ce qu'il y a des mêmes? Donc, PR, que nous avons le cosinus l'autre membre. Que nous avons AP. Sur cos APR est égal à P chaque taille 3,7 sur la calculatrice pour aller le cosinus cos, que l'on regarde la cos 36 degrés, que la taille 0,80 ou que la taille 10 chiffres fois. Donc, on va écrire 0,89. Et donc, on va écrire 3,5. On va écrire 0. On va écrire 1. On va écrire 3,7. 3,7 divisé par
فيديو كاملين ديال لا تريغونوميتري و نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.